السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الكرام. اليوم غادي نشارك معكم مجموعة الحبوب الصحية. أولا زريعة الكتان، هاي دي الكامون، حبوب الكامون البلدي، هذا النافع البلدي، هانتوما الحبيبات ديالو صغيرين شوية. عندنا الزنجلان البلدي كذلك، عندنا الكروية، هي دي كتشابه مع النافع البلدي ولكن هذه الحبوب ديالها كبر شوية من النافع البلدي. ها هما حبوب الكروية. بغيت نوريكم السانوج ولكن ما عنديش بوحده، ها هو ده السانوج، هو هذاك الحبيبات اللي كحل، هو هذاك السانوج او حبة البركة. دابا ان شاء الله غناخد معلقه من كل حاجه او جوج على حسب، نديرو مثلا هنايا معلقه او جوج ديال زريعه الكتان، ناخدو معلقه او جوج ديال الكمون، هنايا النافع البلدي معلقه او جوج، الزنجلان كذلك معلقه او جوج على حسب، الكرويه معلقه او جوج. هادو حبوب عندي انا مخلطاهم تاهما كذلك، نضيفهم فيهم نفس الحبوب اللي مستعمله، هما هادو كنخلطو هاد المكونات كامله، نبقاو نوظفوهم في الطبخ، نبقاو نوظفوهم في الاطباق ديالنا. ناخدو معلقه صغيره، غير معلقه صغيره كافيه، وجربوهم راهم مفيدين للصحه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.